اختطاف الأطفال، التعدي الجنسي في الأطفال، التعديات في الناس بالسلاح الأبيض والأسود وشفاكوا، هادو وكل خطة ممنهجة كما في أمريكا اللاتينية. دركم بعد المرحلة القادمة يوديو الاختطافات. اختطافات كما صارت عندها 5 سنين، كانوا الاختطافات تدير الاختطافات ويطلبوا اون رانسون، يعني مبالغ مالية. شوفوا الإجرام الاجتماعي وين يتطور؟ يتطور إلا في الدول الخامجة اللي فيها قيادات باندية استعمارية. نقول لكم أمريكا اللاتينية علاش مزبلة عليها؟ باسك أصلا ما احترمتش الأصول نتاعها واللغة الأصلية نتاعها، شي يهضر اسبانيولي شي يهضر برتغالي. أي أمة من الأمم خلقها ربي بعدت عن الأصل نتاعها، خلت عليها. هذا الأمر لو كان نقول الحلول، هذا الأمر مدام جو فو ريبون. سي أن سول أنفون كيدنابي أون ألجيري ولا فيولي أون ألجيري لازم تبوني يروح الحبس، باسكو سي لوي لو بروميي ريسبونسابل دو سا، باسكو لي كور دو سيكوريتي بوف بريفنير سا بلوس كو لي كور دو سيكوريتي. يا سكون أبل un phénomène, ce qu'on appelle les maux sociaux, l'amrad l'ijtimaïa. L'amrad l'ijtimaïa, les gens qui ont 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 les gens la société. Les gens qui ont 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 les gens qui أو اللي تخدمي خدمة تكون تديري حاجة أخرى تعسي غير ولادك وتعسي الماكلة والشراب والتجويع. يعني شوفوا كون تلاحظوا شوية وتحطوا بالكم تلقاوها خطة ممنهجة حتى من لغة هذا بقراج الجمهورية ما نسميهش راي سنة باسكو بقراج طاير 90% دو طون سكران ما يهمنيش الشراب تاعو يقدر يشرب مش يحب حتى البتاتا مي يسادريس با أو بيبر أون إيتون سو ولعيب يهضر هضرة من يقول حاجة أخرى تعرفوا علاه باش يهبلوكم شكون قال لك اخو خويا تو سا سي استراتيجي ومن بعد تسمعوا الناس اخرين واحد ينبح من الانجليز واحد من باريس واحد اصلا ما عندوش نيفو والشعب يسمع له يقول لك او قال وحطوا على رجل سياسي حمار ديزاد نظر بيان سور هذاش على هذاك الشامبيط هذاك في اسبانيا وكلب الماء هذاك الكابران هذاك ما عندش كاع ما تصاميم مي نهضروا على الناس اللي سوا ديزون قاعدين يغلطوا في الشعب ابواق النظام هادو أبواق النظام جماعة لأن النظام عنده أبواق مباشرة وعنده أبواق غير مباشرة تعرفوا علاه بيحط الشعب في وسط ويكرازيه من الناحية المعلوماتية والإعلامية حنا قالها فقر الشعب باش غدوة كي تقول له ندير لك وندير لك يمشي معاك يا خويا ما نفقركش يا سي أموا غدوة اللي نقنعك بأمور أكثر من تفاهات نتاع الأمور المعيشية كيما هنا في الغرب فتنا الأمور المعيشية تاع تاكل وتشرب هذي فتنا الناس يتخمم أطرا من مرحلة أخرى ماذا بين الجزائر نلقوها لمرحلة أخرى ونخلقوا قوة مش إقليمية أو منطقة إقليمية تكون على رأسها الجزائر لأن الجزائر عندها كل المؤهلات باش تكون على رأس المنطقة تاعها وفي الحالة هذه احنا نمشيو على الفكرة تاع ماسينيسا أنا أصلا شخصيا أعتبر نفسي أكثر من دروات يعني يمين متطرف على الفكر الماسينيسي سيتو جي ديكوفير ان كرون طوم يعني كون ما جاش إنسان ربي اعتبره عظيم كنا رانا نسيناه الدرك مازال ذكر ماسينيسا لابراب 2000 سنة أبري رانا نحضروا عليه هذه فيها حكمة ربانية تفضل يا حسين هذه مسير ماليسي ما كيسيون بوا تا كيسيون توا فوالا لا دي كان بروبليم لا دي ماشي يا بوكو كيسيون بون جو فولي ماسي كاين دي كيسيون ما تخرجش في الكونتكست تاع اليوم اون لي بروندرا اون كونسيديراسيون Donc, M. Rahmani, vous avez passé le bac à 17 ans. Vous avez eu le bac à 17 ans, un bac maternel. Vous avez passé le concours de médecine pour être médecin. Vous avez décidé de rejoindre l'armée. Au lieu de la politique. Si aujourd'hui, on vous impose un choix, vous allez vous faire un choix. 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 Vous لانه honnêtement يا جماعه كي نشوفوا شنو صاير في الشعب الجزائري درك
ما معنى في الخارج عايشين بيان؟ انا بيرسونال ما عايش بيان الحمد لله، انسان خدام يخدم نتعافر مع الدنيا سي با ان بروبليم، مي جو في بيان. بصح كي نشوف شا قاعدين يديروا في الجزائر اجمع راهي جريمه ماشي توجع القلب تقطع القلب. سي بوركوا شوي دون لا بوليتيك، سي بوركوا جو باس القوى الحيه سي تونجاجي اون بوليتيك اون 2017 اي اون كريي لو فون دي فارزيل حليناه باسكو حملنا بلي البرنامج نتاعنا ما يتماشاش مع الفكر الجزائري العام، ما قدرناش نفهموا لهم يا جماعه هاي الطريق. دونك حلينا الحزب لانه الله غالب البرنامج نتاعنا بصح رغم هذا راح نقدموه كرساله يستفادوا منها الناس اليوم غدوه العام الجاي دون 2-3-4-5 لانه سي فو فولي البرنامج نتاعنا تكنوقراطي رياضي يعني ماتيماتيك ماتريسيال يقدر يطبق على كثير من الدول والشعوب، لكن الله غالب الشعب الجزائري الله غالب الله غالب. دونك بيان سور نقدموه له هذه ماهيش مزيه منا سي نوت دوفوار اون اني الجيريان كيما نقول اتر الجيريان سي ان ديستان مكتوب. الناس اللي راهم حيين درك عايشين في الجزائر كون تقول له اسمع كون ندبر لك فيزا وكوارت في اوروب تروح هذاكم بلي ما يخممش اي سكوند يقول لك نروح نخلي كلش ونروح. صافي ايماجين رب العالمين قبل ما يخلقنا يقول لي واش تزاد في الجزائر نقول له واش هي الجزائر يقول لي هاي كيف بو 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 بو. ربي سامحني ما نشوف لي بلاد اخرى. سي فري سي فري بلاد كان فيها الحمار صالح قايد شاف ديتا ماجور مي حداد باترون دو اف سي او بوتفليقة ان بيرفير نارسيسيك مي تروح درا سكر بريزيدون 20 عام فيها شياتين تالمون بروفيسيونيل في الشتاء كو يبروفوك ان ايتونمون توتال تالمون وجههم صحيح مي غالفانيزي سي لان دي ميتو لي بلو سوليد او موند كونتر البخس. فوالا Voilà, je pense la conclusion, le message est passé. Je répète le message le plus important. Aux forces de l'ordre, à l'armée, au peuple algérien, attention, l'institution militaire, elle est à préserver, c'est la seule institution qui est structurée. Fia Srakel, Bandia, mais elle est structurée. Le Khota, c'est Abni Kilboun, le Khadam al-Bayda, ou l'Abouak Ntahom, beaucoup de Kimarah. هادو اللي تسمعوا فيهم كاع سونز اكسبسيون تبعوا واش قلت عاودوا شوفوا اللايف تاعي وخموا وحدكم وخموا وحدكم راح تلقاو روحكم في نفس الاتجاه تاعي تفهموا كلش لانه المؤسسه بدات تهضر على لسان بقره الاركان الخماجه قاعد صالح ودركا انا معوج الحنك تاع شنقريحه سي لا ميم شوز سي بور ماتر الجيش اون افون باش نهار الشعب ينتصر اول حاجه يضرب هاي يضرب الجيش كي يضرب الجيش يضرب الكيان تاع الدوله كامله فوالا ماتنا الناس تقول با المعلومات منين جبتها ما عندكم ما دخلكم منين جبتها ما يهمكمش عجبتكم حللوها حلوا عينيكم تلقاوها صحيحه وحدكم بلا ما نقول لكم حاجه اخرى ما عجبتكمش حطوها في الطواليت وجبوا لي راه شاطتو مي نبوزي با كيستيون منين وكيفاه. ميسيو ميدام ما نقول لكمش خاوتي خواتاتي هذيك تاع الخليل وطريق الصحراء والحراء بياكم الله. ميسيو ميدام بونسوار.